السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير صفحة بديت مشت فجأة كذا بلاغات جات، لقيت مبلغين في الصورة بتاعت كلام مبارك الفاضل اللي هو الكلام اللي نزلته بتاعه اللي هو جاب كلام البت اللمس وقفت المدفوعة الأجر ومدفوعة القيمة اللي كانت بتكوري كأنه البرهان لا للحرب يا برهان، وده شغل مدفوع القيمة، ده اسلوب القحاطة، ده اسلوب القحاطة، جيس نبط، اختبار للشارع، اختبار للقيادة، اختبار للجهات الأمنية أنها حتتصرف معه ولا ما حتتصرف معه. ده شغل بتاع قحاطة واضح صريح، رسالة من القحاطة. نجي نشوف بالنسبة للخبر المنتشر عن الفاشر والفاشر والفاشر، الفاشر آمنة بألف خير، ما في أي حاجة، ده كله كلام بتاع ميديا، كلام بتاع ونسة. الفاشر مأمنة تأمين شامل كامل من كل الجبهات ومن كل الاتجاهات، مأمنة من كل الاتجاهات، ما في أي شيء حصل في الفاشر، لا في هجوم ولا في جنجويد ولا في هجوم من كل الجهات، دي ساي كلام ونسة ونسى بتاعت فيس، لا يوجد شيء في الفاشر. الأمن مستتب، الوضع ممتاز، العلوم زينة، الوضع طيب، التأمينات موجودة، الناس عايشة، سوق فاتح، الوضع ممتاز 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 ممتاز. بالنسبة للميدان يا هو عمليات نوعية خاطفة، هنا هناك بحري، ليل الكدر وتقدم اشتباك به هنا، لكن لسه النتائج ما في. مدفعية بتاعت الجنجويد ردمتهم درمان ردم شديد، طبعا جايهم ما شاء الله اللغاسة وصلتهم بتكون، وشفنا النتيجة بتاعت اللغاسة لهم 3 يوم ما وقفوا تدوين للنهار، دي اللغاسة رسلوها لنا ناس سويسرا، ومن ضمنها شفنا وصلت شندي المسيرات، دي اللغاسة، شكرا سويسرا على لغاسة رسلتها لنا عن طريق الجنجويد، وصلتنا كشعب سوداني. طيران شغال في مناطق كثيرة، مناطق كثيرة كلها الطيران مغطيها، طيران مغطي مناطق شاسعة، في استقرار في استقرار، لكن الناس محتاجة فك اللجام. لما نقول فك اللجام ما عشان انا متضايق ولا عشان انت متضايق ولا عشان الشعبي قال متضايق ولا عشان الجندي قال متضايق، لانه المؤامرات كثيره، المؤامرات كثيره، وقدر ما نحن بنقعد ونتفرج ونعاين ديلك بيدوك بسمه وبيدوك ضحكه ويرسلوا لك المنظمات في مكاتبكم وبهناك يغزوا في الجنجويد ويكبروا فيهم. المفروض الحاجات دي نتكلم في آخر اللايف، لأنه في حاجة مهمة جدا جدا، 4 حكات. أدونا الشير يا جماعة، أدونا الشير، لأنه البلاغات موجودة اللايف، بلاغات بلاغات بلاغات، أدونا الشير، أدونا المرصغات. أول حاجة الحكة الأولى الدمازين للمساعد شرطة على الدين كومي، شرطة في الدمازين سمعنا له تسجيل، كلنا سمعنا له تسجيل، كلنا كلام واضح، سمعنا له تسجيل كلنا على الدين كومي، وانا بداخل الحلقه الان التسجيل حقه عند الاستخبارات الدمازين عشان نكون برينا ذمتنا، رسلنا هناك، وقبل ما نتكلم رسلته. يسخر من القائد العام، سمعنا الكلام ده كلنا سمعنا، اوكي، يسخر من القائد العام للقوات المسلحه رئيس مجلس السياده الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ومن المستنفرين ومن كتائب البراء، علما بان المساعد تم فصله من الشرطه بواسطه مدير الشرطه بالولايه بسبب التحريض القوات على مغادرة اللي هي كان بيحرض القوات، يعني سبب الفصله كان بيحرض القوات،
تحريض الغوات تم فصله بواسطة مدير الشرطة لأنه بحرض الغوات. مدير الشرطة حصلت له ظروف قام غادر مشى إدعالي. القاعد بدله منه العميد شرطة بركية تقريبا. عميد بتاع شرطة مسك محلات المدير لعلاقته الشخصية مع كوميدا رجعه. رجع الجنجويدي، رجع الزول الغزر، رجع الزول القحاطي ده في مكانه مساعد للشرطة. والعميد ذاته بركية ده كان عضو لجنة تمكين إزالة التمكين القحاطية. يعني لأنه ده معه في نفس التوجه في نفس الخساسة قام رجعه. نحن لو صبرنا على الشغل الزي ده البلد كلها بتنهار وتسقط. طالما في عميد، طالما في قحاطي وسخ البلد بتسقط، طالما في وسخ زي ديل البلد بتسقط. انت ترجع لك زول بيسيل القائد العام معناته انت متضامن معه في كلامه، موافق على كلامه يا سعادتك يا العميد بركية. انت معناته موافق على كلامه ومعناته تصفي البرهان ده كلامك انت. طالما انت ما هميك معناته انت موافقه في الكلام اللي بيقوله والتحريض اللي بيقوله، انت موافقه في اي جملة قالها. لو ما كنت موافقه ما كنت رجحته. ده مفروض يتقدم، ما يتشال، يتقدم لمحاكمة عسكرية، يتقدم لمحاكمة عسكرية رسمي شعبي وطوالي الدرو وطوالي. ليه؟ لأنه ده مخالف تعليمات ومتمرد، لأنه ده محرض على الدولة، لأنه ده محرض على الجيش، لأنه محرض على المستنفرين، لأنه محرض على كتائب البر. الناس الأرجل منه وأرجل منه في الميدان وبكاتله هو بيسخر منهم. بدل ده يعدم يكرم من قبل عميد لقى الجو سالك. الغاية المدير الشرطة لقى ما في، طلع فوق عمل نفسه مدير وصدق انه حيكون مدير طوالي جابه. معناته العميد يتحمل المسؤولية كاملة، معناته العميد جزء من قناعات المساعد ده. الآن ما قصة تشيله ولا ما تشيله، قصة محاسبة العميد. احنا قصة داك بالشال بالشال، لكن يحاسب المساعد ويحاسب العميد الرجعه. ما هي يا إما البلد تبقى فوضى عديل يا إما الناس تحتكم للقانون. يا انت إما رجال وفوضى ونركبكم ساي يا إما نمشي للقانون. البلد في حالة حرب أولا متحاكمين على واحدة ولا واحد بالإعدام. ليه؟ لأنه متواصل مع الجنجويد ودعم الجنجويد، وإنتوا بأسلوبكم ده متواصلين مع الجنجويد لأنه ده شغل بتاع تواصل. معناته ما قصة تشيلوك من الخدمة ولا ينزلوك من رتبتك ولا تتحاكم. يا البلد تمشي لقدام يا البلد ترجع لورا. إحنا نقعد نحرس معليش وباركوه وسامحوه ده كده؟ لا لا، أنت غلطة، العميد غلطة. انت عارف الزول ده شاله؟ ما مفروض تتدخل ترجعه. عارف ولا ما عارف؟ شاله منه؟ شاله المدير العام؟ انت ليه ترجعه؟ ليه ترجع خاين؟ ليه ترجع جبان؟ ليه؟ السبب؟ ما في سبب. ما في سبب. عشان كده رسالتنا انه العميد بتاع الشرطة قحاطي تابع للجنة إزالة التمكين القحاطية، فكره قحاطي، مساندة المساعدة في أفكاره في كلامه، يجب ما يتنحى محاكمة عسكرية. يجب يتحاكم عسكري. ده الكلام اللي بنعرفه، ده الكلام اللي بنعرفه. لأنه لو انت خليت ديل قبل يومين مكرم مليون واحد كاتب بوستي في البرهان وفي الجيش مخزي، كرموه في المركز الثقافي في الرياض السوداني عبر السفارة السودانية كرموهم. كرموه ليه؟ لأنه قال الجيش لو استمر 100 سنة ما بينتصر، لأنه قال برهان انقلابي، عشان كده كرموه. حتجي بهنا الليلة المساعد ده قال نفس الشيء ورجعوه كرموه. البلد دي سايقنا منه الجنجوي؟ ما هو ما هو البرهان ضد الجنجوي، البرهان ضد الجنجويد، والهدف من الجنجويد كانوا دارين يحتقلوا البرهان. لما نزول البي سي البرهان
وفي الحرب جوا يسيء الجيش، يقول ما عندكم جيش، يقول جيشكم ما بينتصر، ولو قعدتوا 100 سنة ما بتنتصروا. معناتها ده مع ابنه مع الجنجويد ولا مع الجيش؟ ده مع الجنجويد، ده مع الجنجويد. القصة انتهت. رسالتنا الآن للقيادة العامة، ورسالتنا للاستخبارات، ورسلنا لها الموضوع، رسلنا لها الموضوع بإذن الله يكون وصلهم. ما زالت بتاعت شبكة العميد ما تيجي تقول لي خلاص الزول ده كده، العميد ينزل ويتحاكم عشان يكون عبرة. العميد ينزل ويتحاكم، العميد ينزل ويتحاكم، والمساعد ده ما يمش بس تفصل يتحاكم، لأنه التسجيل بتاعه موجود وارفقنا له، التسجيل حقه موجود وارفقنا له على الدين كومي، تسجيله موجود وارفقنا له. طالما انت مستهتر ومستهتر بالجيش وما بتمشي تحارب، بتلبس شرف الدولة ليه؟ طالما انت مستهتر بالجيش وما ماشي تحارب، بتلبس شرف الدولة ليه؟ دارت تشيل راتب من الدولة ليه؟ عندك ذات وجنسية وجواز سوداني ليه؟ طالما انت ما مقتنع بالحرب وما مقتنع بالجيش وما مقتنع وما بتمشي تحارب عشان اولاد الناس، الناس اللي بيحاربوا ديل، ناس اللي بيحاربوا اولاد الصغار ديل اللي بيستشهدوا، هذيل في الميدان مليان كل يوم شهيد، كل يوم شهيد وكل يوم شهيدين وكل يوم ضابط بيستشهد، ما بيستشهد عشان برهان ولا بيستشهد عشان كباشي ولا عشان العطا، عشان انت تعيش، عشان يا تليفه انت تعيش، عشان اهلك يعيشوا، عشان اولادك يعيشوا يا تليفه، يا تليفه عشان اهلك يعيشوا واولادك يعيشوا. بيستشهدوا ليه؟ ما عشان برهان. ال 34 من الحرس الرئاسي اللي قاتلوا وثبتوا البلد دي ما استشهدوا عشان البرهان، عشان الدولة السودانية. لأنه البرهان فردي واحد من 48 مليون، شنو يعني؟ الليلة بمدة بيمش ماشي عمره كم برهان؟ 5 سنة، 6 سنة، 10 سنة بيمش، 20 سنة بيمش بيجي بعده. الناس ما بتستشهد عشان برهان، عشان الدولة تكون فيه. ده اسمه مخطط، دي سمة حرب عالمية ثالثة مفروضة علينا على السودان. انت حالف غصب انك بس تصرف راتب وتقل في ادبك، انك تنهب وتسرق، انك تلبس شرف الدولة، انك تستخدم الصلاحيات. انت ما تصلح تكون رجل قانون، ولا تصلح تكون رجل نظامي، ولا تصلح انك تكون رجل تطبق القانون. كان انت المساعد وكان العميد جابك، كان انت المساعد وكان العميد جابك. العميد الرجع ده ما يستحق يكون في محله، ده بجامل بالوطن، وده بجامل بكل حاجة، ده ما يصلح، ده يستحق الآن يكون في الترباس. العميد الآن ما يستحق يحتزر ولا يقول معارف ولا أي حاجة، ينزل ويتحاكم. لأنك انت لو ما عملت كده بكرة حتلقى أكعب من ده، لو ما انت سويت كده وحسمت الزيدين قسما بالله بكرة تلقى أكعب من ده وسخ من ده. عشان كده لازم العميد يتحاكم، لازم العميد الرجعه يتحاكم، لأنه عنده بيناتهم علاقات، لأنه بيناتهم قرابة، لأنه بيناتهم صداقة، لأنه قريب له رجعه. الزول ده ما عمل لي حاجة سهلة، الزول ده ساء الدولة وساء الجيش، واستهتر بالجيش واستهتر بالمعركة الوحيدة اللي احنا بنشوفها في الدنيا دي شرعية، استهتر بها، واستهتر بالمجاهدين حقيننا في الميدان والمستنفرين اللي بيدافعوا عنه عشان هو يعيش. عشان كده اللي بيرجعوا دمنه مفروض اللي رجعه ده يتحاكم وغيره يتحاكم. الرسالة وصلت ورسلناها هناك، نمشي نشوف الحكة الثانية. يا جماعة شير، لأنه البلاغات والله كمية، أنا الحساب ينقفل، أدونا الشير يا جماعة، أدونا الشير قدر ما تقدر، أدينا المشاركات عشان البلاغات كمية، قدر ما تقدر أدينا شير، لأنه بلاغات قفل أول مرة، المرة دي بالشات كله كله نزل، مركزين مع الصفحة. بالنسبة للمنظر الحصل أمس لما البرهان ده زار المنطقة وسمعنا التسجيل كان مركز على البيت وسجلوا جملتين، في اثنين سجلوا، لو سمعنا الاصوات كويس في اثنين سجلوا، والاثنين موجهين، شغل موجه.
يعني ما شغل صدفة ولا شغل بتاع شعب السوداني. شعب السوداني ده لو مشيت اي مكان احنا شفنا ولا بيجي البرهان بتجي غنوات ماشى ولا واحد ساي بيسجل استطلاع الناس كلها بتقول ليه بلبس. شفنا بعين وشفنا الشعب السوداني بيعيش كيف محبة وسلام، ما شفنا غير كده. في صوتين طلعوا في التسجيل بتاع البيت دي، في تسجيل بتاع البيت وفي كلام بتاع راجل تاني. البيت قالت الحرب واحنا تعبنا، وده كلام بتاع جحاطة واضح ولا ده الاثنين ثلاثة وموضوع منتهي والغرض منه توصيل رسالة انه ديل لأهون ديل الشعب السوداني. دي ما بتمثل الشعب السوداني، دي بتمثل الجحاطة الرمم، ديل بيمثلوا الوسخ حقنا، ده باقي الوسخ الجوانا دارين نطلعه لازم ينكشف كده، ديل الوسخ حقيننا دارين ننكشفه. الرمة دي واحدة من الوسخ، دي واحدة من الوسخ الكثير القاعد بيناتنا. الشعب السوداني صامت، لو فقد ما فقد صامت، هي قاعدة في الشمالية، الناس قاعدين وبتعذبوا للآن وبموتوا وعملوا فونا السبعة وزمتها، وهذيلك في الملاجئ قاعدين ما قالوا كده ولا قالوا أي حاجة، بالعكس كلامي فيديو قال طلع مبارك المهدي، طلع عثمان مرغني. طبعا شغل مرتب، تكتيك عالي، العب لي باص بيني ادق اللي خدته في الصدر واجيب اقول طوال. طلع البوق بتاع المخابرات الامريكيه مبارك الفاضل طوال قال لك ديل رئيس السودان، رئيس السودان انت مالك، انت ما تجي تعمل رئيس السودان جوا، تعال انت يا مخرف تعال جوا جيب لك مايك وجيب تسجيل تعال سجل، لف الشوارع ازعل الناس، يا عجوز يا مخرف تعال لف، تعال لف انت بنفسك، ما ترسلوا النسوان، انتوا ابقوا رجال قدورة، تعالوا انتوا عثمان مرغني وجيب معاك ابهاتكم في المغادر تعالوا لفوا السودان ده، اعملوا استطلاع للراي، خلوا قلة الادب وخلوا الخرف والتعرض والتعريص، تعالوا ده السودان تعالوا اعملوا استطلاع، جيب عثمان مرغني الديوس ده وتعال معه انت اعملوا استطلاع لفوا السودان ده، بس عندكم السودان بعيدين منه ما ترسلوا البنات، انتوا بتتلبتوا ما يكون بيت بنات، ما قادرين تعالوا اعملوا براكو لفوا اعملوا استطلاع وقول للشعب السوداني وعلى الهواء مباشرة، هون ده الشعب السوداني قال كده احنا بنقتنع. لما نلقى مبارك الفاضل ونلقى معاه عثمان مرغني لافين وبيعملوا في استطلاع من الميدان احنا بنقتنع بأي حاجة، بس اللي بتطلع النتيجة احنا معاكم، تعالوا 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 يا مخرفين السودان، ما ترسلوا النسوان وتتلبتوا ورا النسوان، لأنكم شغلكم كله يهودة تلبت ورا النسوان ورا الأطفال، ورا النسوان ورا الأطفال، تاكلوا عيش من ظهرين، بتطلعوا سلطة بظهرين، بتعملوا أي حاجة بظهرين، ما فيكم راجل بيقدر يواجه، ما فيكم راجل بيقدر يقول، بتتلبتوا كده، تستغلوا الفرصة وتقرصوا وتلبتوا وتعملوا نفسكم مع الوطن، أنتم ما مع الوطن، وإحنا بنقولها بلبس. دي واحدة قالت بلبس، دي الليلة مليون، الليلة بس ساي دي المليون، السودان كله قال بلبس. دي واحدة عشان واحدة برسلين نايتو تقيف، ما بتقيف الحرب، احنا قلنا لك الغرار والله لا عند برهان ولا عند القيادة، الغرار عند الشعب السوداني، ولا في زول بيلعب بعدادات عمره عدادات نفسه، الشعب السوداني اختار بلبس، العجب وبلبس اركب معانا، ما عجب وينزل مننا، لان احنا بننزل ولا في حاجة بتخلينا ننزل، نحن الشعب السوداني راكب على طول، راكبين على طول، الداير بلبس يركب معانا، القنع من بلبس انزل اركب مع الوسخ تحت، احنا ما سالين، احنا ما سالين نهائي، ما سالين زول، الشعب السوداني قال بلبس، قصة انتهت تاني ما في خلاص، كلام انتهى، بنجامل ما بنجامل، ده كلامنا وده اخر قرارنا، ده كلامنا وده اخر قرارنا، يعني التمثيليه دي ما بتمش علينا نحن، لاننا نحن كنا جزء منكم يا جحاطه، وعارفين اساليبكم وعارفين طبيخكم العفن وعارفين عجينكم الوسخ وعارفين سلوككم، عارفين وساخاتكم وعارفين جروباتكم بتشتغل بشنو، وعارفين اي حاجه، يعني دي ما بتمشي علينا. قالت ما قالت تعالوا انتوا كان رجال اعملوا استطلاع، قفل. نمشي للحاجة الثالثة لخالد سلك، خالد سلك
خالد سيلي للآن طبعا محروق حرقة شديدة. لو لاحظت الكلام بتاعه بتاع حرقة وألم وحسرة وكل حاجة. ليه؟ لأنه الناس ديل كانوا ضاغطين عليهم ينجحوا سويسرا دي، قافلين عليها شفت في سويسرا دي قافلين عليها فوق تحت، وجابوا ليها الأمريكان وجابوا لها الغيام وجابوا لها أي حاجة، والدنيا دي قامت معك. بس شفت سويسرا دي اشتغلوا فيها شغل ودفعت فيها قروش عشان يمشي الوفد بتاع الحكومة السويسرا. فشل سويسرا طلع الحاجة جواه، خلاص فكوا العرش. هيقول لك شنو؟ قال لك لو ما مشيت سويسرا ادوك لا من الاخر، لو ما مشيت سويسرا نحن حنقتلك وحنبيتكم وحنمسحكم، وشفتوا الفات ده كلكم وجايكم مننا نحن، ما هو بيعلم الغيب. انا دار زالك لما حكم اننا نحن حنموت، هو بيعلم الغيب. احتمال الجنجويدي ده يمشي، احتمال الجنجويدي عرف من وين انه الجنجويدي ده حيبيدنا؟ ده السين سؤال لخالد السليم. عرفت كيف انه الجنجويدي ده حيدمر السودان تاني؟ عرفت كيف الكلام ده؟ معناته انت جزء من الغرار بتاع الجنجويدي. تمام؟ يلا انت هنا تتكلم معانا شنو؟ تقول لنا يا تجونا في سويسرا زي ما قلت لنا الاطاري. يا تجونا في سويسرا وتقتنعوا بالاطاري حقنا القديم ده نجيبه لكم بلبسه جديده وتمشوا معانا، يا ما تقول لنا حيحصل، قول لنا حنقتلكم. الفادة ولا حاجة قدام اللي حنعمله لكم جاي تتكلم باسمك. ليه؟ لأنك جنجويدي، لأنك زول هطلة، لأنك زول تافه، لأنك زول ما عندك أي قيمة، ما تسوى فلس، زول نكرة ناشط ولا ناشط ذاته ما تهمية، ما عندك علاقة بأي حاجة، ما عندك علاقة بأي حاجة، ما قادر أدنت نفسك بنفسك. المرة الأولى نكرت قلت الحرب ونحن ما قلنا ونحن، وإحنا عارفين أنكم أنتوا قلتوا يا الإطار يا الحرب، وقلنا لكم شرحنا عليكم يعني شنو؟ قلت لنا يا نحكمكم يا نقتلكم، أنتوا ما رضيتوا. المرة دي قلتها بلسانك واحترفت بلسانك أنك أنت عارف وأنه الجاي عارف وأنه التدوين الحقيقي والموت الحقيقي أنت عارفه، بتعلم الغيب، بترمي الودع تيجي تشوف لنا البخت حقنا، نجيك تقعد كده وتجيب الودع تقول لنا ارموا بياضكم وتيجي تشوف لنا. عرفت كيف انه الجنجويد حيعملوا كده؟ عرفت كيف انه الحرب دي حتحصل فيها كده؟ عرفت كيف انه الناس دي حيستبيحوا وحيعملوا زياده؟ لازم تكون صاحب معلومه بتجيك من وين؟ جاتك من وين؟ انت محلل استراتيجي؟ انت محلل استراتيجي قاعد معاهم؟ انت شنو معناته؟ انت جنجويدي هاي جنجويدي عديل بكدمون. الان اللي غاصت جات فيها المسيرات وبدأتوا تشتغلوا بشندي وبدأتوا التدوين ثلاثة يوم ورا بعض، اي زول استشهد اي زول انجرح انت مسؤول منه شخصيا بعد تصريحك شخصيا. اي موت في السودان مزنزلك منه انت، اسمع الكلام ده كويس، اي موت في السودان لو زول مات بحمى بنزلك انت، لو مات بوباء كوليرا بنزلك انت، لو جاته ملاريا بنزلك انت، ما بنزل الجنجويدي لانك انت المديون الاوردر، انت المخطط لهم. بوين هذا هو كلامك وفيديو وقلته وكنت واعي ما سكران لما قلت الفيديو ده، واعي ما سكران، لانك لو سكران ما بتقول كده، لانك لو كنت سكران ما بتقول كده، لانك انت الطبيعه اللي بتكون فيها سكران. الفيديو ده بالذات انت سجلته واعي، عشان كده نطقت بالحق انك انت عباره عن كدمول، عباره عن جنجويدي، عباره عن نجس، عباره عن كلب من كلاب الامارات. مرتك الشغاله في الامارات وبتصرف عليك دي هناك قاعده هناك، احنا عارفينها. في حاجه اكتر من كده؟ احنا عارفينك كلب. عشان كده اي شفت دانه تقع، اي طلقه تقع، اي تهجير يقع، وقسما بالله نزعلك انت. الفات ده كله كوم والجاي ده معاك انت كوم تاني، عشان ما تقول احنا شعبي غبي ولا شعبي بليد ولا في زول بيهددنا
ولا في ذول بيقدر يهددنا، ولا سالين فيك وطوص فيك، وطوص فيك وفي سيدك وكفيلك القاعد مع ده، وطوص فيك وفي مجتمعك الدولي، في مجتمعك الدولي، لأنكم انتوا ناس ما شفنا زيكم، كذابين منافقين، لا عندكم عهد، لا عندكم وعد، لا عندكم وطنية، لا عندكم شرف، لا عندكم أخلاق، تربية بتاعت بارات، تربية بتاعت بارات، بتاعت شوارع ملاقيط، ما عندكم دين ولا إيمان، وفاكرين الشعب السوداني ده بتحكمه. والله العظيم وكتاب الله الكريم، السودان ده شفت لو مش البرهان، لو طلق قرار من العالم كله اجتمع قالوا انتوا ترجعوا السودان، قسما بربي الذي خلقني نحارب العالم كله، قسما بربي الذي خلقني ناكلكم في الشوارع، ناكلكم في الشوارع، عشان ما تفكروا يوم من الايام. السودان ده بالنسبه لكم حرم، حرم رسمي شعبي نظمي فهمي، انتهى خلاص بالنسبه لكم، نهايه يعني ما تحلم. الان انت بنتعامل معك زيك زي عثمان عمليات، بنتعامل معك زيك زي علي يعقوب، بنتعامل معك زيك زي كيكل، زيك زي جلحة، زيك زي قجة. ليه؟ لأنك انت دخلت في التفاصيل، لأنك انت دخلت في الأسرار. يعني ما عملية سياسية لو قلت لنا مجتمع الدول حيفرض عليكم عقوبات نصدق منك سياسي، نقول ما ندخلك. لو قلت لنا لو ما جيتوا المجتمع الدولي ممكن يفرض عليكم غيوت نصدق، نقول الزول ده سياسي. تقول لنا المجتمع الدولي ده ممكن يعزلكم، نصدق، نقول الزول ده بيتكلم سياسة، الزول ده خايف علينا. لكن الزول يهددنا بأنه حتشوفوا مجازر وحتشوفوا تهجير وحتشوفوا الويل، ده زول عسكري، ده غايد بتاع ميليشيا في الميدان، ده غايد، ده عبد الرحيم دقلو ما هددنا كده، عبد الرحيم دقلو الرجل الثاني بعد حميدتي ما هددنا، التهديد اللي هددنا ليه أفسف السفيه، أفسف الرمة ما هددنا قدر تهديد أفسف، عبد الرحيم دقلو ما هددنا قدر تهديد أفسف، عثمان عمليات طلع ما هددنا قدر ده زول ده شنو ده معناته الرجل الأول الآن، أنا بحتبره الرجل الأول الآن، الأعلى رتبة في الجنجويد خالد سلي، أعلى رتبة في الجنجويد خالد سلي. ليه؟ لأنه أعلى تصريح، أعلى تصريح طلع منه هو، وأعنف تصريح طلع منه هو. لا إحنا سمعنا لا من ربيعة، ربيعة البوق اللي بيتكلم له سنة وستة شهور ما قال، بقالة اللي بيتكلم ما قال، عمر جبريلة ما قالت، جوفانية ما قالت، عثمان عمليات ما قال، عبد الرحيم الطلع ينط زي الرقوس ما قال، ما حددونا، قال لنا بعد جنيف ده حنوريكم الويل لو ما مشيتوا، الطلع حددنا منو؟ حددنا خالد سليك. اذا خالد سليك ده الرجل الاول الان، الرجل الاول في الجنجويد، تتعاملوا معاه كده ليه؟ الكلام ده من وين؟ الكلام ده من اللي قال الاخير المشى في حمدوك وساك خالد سليك وداه لحميدتي، لما انا قلت لك ودخل به خلا به خلوة شرعية، خلا به خلوة شرعية، عرسوا ده اليوم العرس ويوم المنى كان، بتتذكروا اليوم ده حمدوك مسك خالد سلك من يده ومشى سلموا لراضية مرضية، راضية مرضية دخلوا يوا، ده اليوم اللي عقدوا على خالد سلك فيه. يعني خالد سلك بقى جنجويدي بتين، ترجع طوال تجيب الفيديو بتاع حمدوك وهو ماسك خالد سلك من يده سايقه للراجل حقه في بيته، سايقه للراجل حقه في بيته، مشى وداه له ودخل به خلا به خلوة شرعية ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات، وده سبب الاتفاق بين القحاطة، وده اللي خلى خالد سلك يكون المزول من مسؤول. انا الان عندي خالد سلك بتمشي يوم من الايام تسمع الكلام ده وحيجي يقولوا لك، ولو ما قالوا لك ما اكون بسيوني كامل. خالد سلك الان ما 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 ما, ما تقدمي، خالد سلك جنجويد اكثر من تقدمي. خالد سلك صاحب الاتفاق، وحصل قلت لك في المدينه المنوره الاتفاق قبل رمضان بيومين،
كان فيه طه عثمان الحسين المندوب بتاع الامارات، وكان فيه طاهر حجر، وكان فيه خالد سلك، وكان فيه رجل رابع متغدين قبل بتين، قبل رمضان بيومين. ده الاتفاق ليه؟ لانه خالد سلك خلاص بقى من يوم مشى لحميدتي وسلموه له ودخل به، بقى تابع لحميدتي رسمي فهمي نظمي، رسمي فهمي نظمي خالد سلك جنجويدي 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 بكدمه العديل. والكلام اللي قالوا لك اخر شيء ده بيديك الاثبات القاطع انه خالد سلك الان هو المتحكم، هو المتحكم بعد طه مباشره. خالد سلك في الدرجه الوظيفيه في الدعم السريع طه عثمان الحسين، بعده منه ما عبد الرحيم ولا عثمان، خالد سلك. خالد سلك هو المدي اللي المدي الاوردر للكوادر حقته تتجند، وهو المديون الاوردر انه يمشوا ويتجندوا ويكونوا بوصله ويفتحوا البيوت ويدخلوا النازل ويشتغلوا استخبارات. دي الحقيقه الان. الكلام ده من وين؟ الكلام ده عباره عن كلام كثير يتجمع مع بعض، عمل الفكر الرائعه الجميله دي الجهنميه دي. يعني ما قمنا من يوم وليله حطينا خالد سلك ده جنجويدي، لا، لانه المواضيع مترابطه مع بعضها. واخر حاجه ختمها بشنو؟ لما كان زعلان وكان فايق ما سكران وكان مغيوس وكان واصل الحد انه بعد ما خلاص الجيش كان متردد انه يمشي ولا ما يمشي، قام الشعب السوداني اشتغل وقال والصوت بقى عالي. هنا ده زعل شديد، قام فت اخره وقال هو شنو وورانا بشنو. ما قال انا جنجويدي ولا لف كدمول، لكن قال بكلامه، قال بتفكيره، قال بتخطيطه، قال بتدبيره. الان خالد سلك عباره عن فردي جنجويدي، الان خالد سلك عباره عن كدمول، شاء من شاء ابى من ابى، خالد سلك كدمول، خالد سلك كدمول، خالد سلك كدمون رسمي شعبي. خلاص ثاني لا تقول لي خالد سلك تقدمي ولا تقول لي سياسه، ده كدمون. قول لي جنجويدي ده دنيا زايلي ولا دنيا ما زايلي. وبيجي اليوم اللي بيلبس الكدمون ما تستبعد تشوف تاصله الجنجويد ده بيلبسوه بيلبسوه حيلبس كدمون، حيلبس كدمون، ولا بكيفه حيلبسوه الكدمون. وبيجي اليوم الحي لبسوا الكدمون، لانه الان فتى اخره ما عنده حاجه خلاص. اخر طلقه ليون كانت سويسرا، اخر طلقه ليون انه يكونوا ظاهر ما ظاهرين سويسرا 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 سويسرا. فشلت سويسرا، القحاطي ما عنده غير بح، خلاص فتى الاخر وفتى الناي وطلع حدد الشعب السوداني وقال له حنعمل ليك وحنختصبك وحنعمل مجازر وحتشوف الويل وحتشوف الجن وحتشوف الهناي. واحنا نقول لك مرحب، مرحب بالويل، مرحب بالموت، مرحب باي حاجه الا انت ما مرحب بك. لو خيرونا بين الموت وانتو، والله حباب الموت، خيرونا باي حاجه وانتو حباب اي حاجه الا انتو، الا انتو الكيزان حباب الكيزان الا انتو. ولا بنلعب ولا بنجامل ولا في زول فارض علينا حاجه وتص اي زول. يبقى انتوا بالنسبه لنا خط احمر نهائي، ما عندنا بيكم حاجه، وبالنسبه لنا ما ممكن يوم من الايام نكون معكم. ما لقيناكم في الان في الوطن ثاني ما بنلقاكم، ما لقيناكم في الوطن ثاني ما بنلقاكم، نلقاكم في شنو؟ في عيرس، في طهور، في سمايا. الوطن ما لقيناكم في، ثاني نلقاكم في حكم وانتخاب. الوطن بيضيع ما وقفتوا، لو كنت وقفتوا كنا نسينا جرائمكم، كنا نسينا حاجاتكم اللي عملتوها. نمشي لرد بسيط في الموت، وقال الموت والناس اللي بيموتوا والناس اللي بيموتوا وكيف انتوا الناس تموت. الناس اللي بيموتوا انتوا لما الناس بتموت في الشوارع، الاولاد بترسلوهم ويمشوا واجهوا الدوشكا ويقيفوا ويموتوا بالعشرات وبالميات وبالالاف. 10,000 شاب سوداني كتلتوه ومتوا بترسلوا فيه، ما عشان يعيشوا حياة كريمة ولا عشان توفروا لهم حياة كريمة، لا، عشان انتوا تطلعوا السلطة. لما جيتوا دارين تطلعوا السلطة وشاركوا العسكر قدمتوا الثمن شنو؟ قدمتوا دم. الكلام ده قالته حنان ام نخرة، قالت احنا لما للأسف لما نجي نعبي محتاجين دم. الكلام ده قالته موجود وموثق. دي زولة من حزبك انت يا غزر يا واطي تتكلم عن الدم، انت عندك 10,000
شاب سوداني مسكين كان بيحلم بوطن، كل هم وطن، طلعوا ما عشانك ولا عشان ابوك، طلعوا عشان الوطن. عشان الوطن قدمتوهم كرمال عشان تشاركوا العسكر. قدمتوهم عربون لمشاركة العسكر. قدمتوهم عربون حتى دفي ما دفنتوهم. وزول الكتلون شاركتوا وبقيتوا له جناح سياسي وبقيتوا الرجل الثاني في الدولة. الكتلون في الميزر والكتل ناس كيشة وكتل ناس كهرباء دعمتوا. ده انت تتكلموا عن الموت والاخلاق والشرف يا عادي من الشرف يا عادي من الاخلاق. اخلاق منو بتتكلم عنها يا رمم يا خنايب؟ اخلاق شنو؟ 10,000 شاب سوداني طلعوا عشان ثورة وطن، دايرين تغيير. أي شاب سوداني استشهد في الثورة استشهد عشان وطن، ما استشهد عشان خالد سليم. أنتوا الاستشهاد حقهم ده استفدتوا منه أنتوا. شلتوا الدم ده شاركتوا به وحميتوا وفوق وخوفتوا وشاركتوا بالبرهان. قلتوا لهم إحنا كده نشارككم. نشارككم حتى ما استنيتوا أنه الثورة تنجط. وتحافظ وشيل الجنجويد وتجي البلد وتجي حكومة كفاءات ما انتظرته. شلتوا الدم جاء وشاركتوا به ودار تتكلم. والدم البسيل ده مسؤولية منه؟ الدم المسؤولي مسؤوليتك انت ومسؤولية حنان ومنخر ومسؤولية الدقير ومسؤولية عرمان ومسؤولية وجي. مسؤوليتكم انتوا يا ريمم يا خنايد. البلد دي لما استلمتوها استلمتوها امني وامان من الكيزان، استلمتوها بلد مدورة، استلمتوها أي حاجة فيها. قدمتونا الآن وصلتونا الحرب، ما خليتوا حاجة، لا سلام جبتوا لنا ولا وطن جبتوا لنا، ولا خليتونا في مكاننا اللي جيتونا فيها بفسادنا بموتنا، ما خليتونا، شلتونا من مكاننا اللي احنا فيها، شلتونا. كيزان واحد أحمد الخير الشعب السوداني كله قام. 10,000 10,000 استشهدوا عشان البلد وانتوا ما عبرتون. دفن ما دفنتون، خليتوا الفيرانك للجسسهم. قعدتوا 2 سنين و6 شهور تعالوا ادونا صورة واحدة ولا منظر قول لنا هذيل احنا ماشيين ندفن ونكرم الشهداء. ودعكر ده الكتل منو؟ كتل منو ودعكر؟ بها الدين المشي جابوا من الكلاكلة منو؟ حميتي وجاو كتلوا بيسيخة ومعه الدكتور مشارك. الكلام ده كان في عهد منو؟ عهد الانغاز، عهد كونيتو. عملتوا شنو؟ ودعكر ده شالوه من الجداريات بتاعت الشهداء، جابوا المشرحه بتاعت التميز ميت. عملتوا شنو؟ سويتوا شنو للبلد؟ المجازر بتاعت كرينيك ما كانت في زمنكم؟ المجازر بتاعت الجنينه مرتين ما كانت في 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 المجازر بتاعت جبل مون ما كانت في زمنكم؟ شوف المجازر اللي حصلت في دارفور من 2019 ل 2023 شوفها كم مجزره، اكثر من 200 مجزره. في زمنكم؟ في زمنكم فيكم واحد دان حميتي لا بتقول شنو؟ بتقولوا ذيل الفلول ليه؟ عشان تبرر راجلكم. شلتوا قروشنا الان صايعين بها برا. صلاح مناع في تنزانيا شركات جابوا من وين؟ من بيت ابوه بتاع المريسه شايل لي قروش بالمليارات مشى فاتح شركات تربية المريسة، الآن فاتح شركات بقروش الشهداء وقروش الشعب السوداني، وديل مأجرين شقق وحاجات بقروشنا، ويجي يقول لك الشرف والنزاهة، شرف والنزاهة لما نزلت قحت دي ما ادكم منا حاجة، ما عندكم فيها حاجة، انتوا العمالة الوساخة النتانة القزارة السفالة الانحطاط عدم الوطنية، أي حاجة سيئة انتوا، ما عندكم وجه تقابلوا لكم الشعب السوداني. ما عندكم حجة تغنعونا بأن إحنا ما عندكم حاجة ممكن نقبلكم تاني. انتوا أي حاجة سيئة. عشان كده ما تتكلم عن الموت والحرب لازم تقيف. الحرب لازم تستمر، لازم تستمر عشان الوسخ زيك نرتاح منه ونرتاح من أبو أهله، عشان الرمم زيكم نرتاح منهم. لازم تستمر عشان العملاء ما يجونا تاني، لازم تستمر عشان كلاب السفارات ما يجونا تاني، لازم تستمر عشان السودان يتبني. السودان ما بتبني الا انتوا تنتهوا، السودان ما بتبني الا انتوا تنتهوا، لانكم انتوا مشكله السودان، مشكله السودان القديمه، مشكله السودان الجديده، وكنتوا حتكونوا مشكله السودان المستقبليه. لكن بل بس ليوم الدين ونتحداكم. ما في زول بوقف الحرب دي الا الشعب السوداني، ما في. وبنقولها بالفم المليان يا بلبس يا حرب ليوم الدين.
لكن شعب سوداني بيرجع وبيركع، ده ما عندنا نهاية، ما في ولا تحلم ولا تحلم ولا تحلم، بل بس ليوم الدين. شعب السوداني ده فاهم وعارف داير شنو، عارف انه السلام الحقيقي بيجيبه بل بس، سلام حقيقي كامل الدسم طريقه واحد بل بس، اي طريق غير بل بس دي الدولة القديمة، الدولة بتاع 56 يا دولة السيدين، دولة العواليق، دولة الرمم، دولة العملاء بتاعين السفارات، دولة المخابرات، دولة المستعمر. احنا الان احنا اللي حاربنا دولة 56، واحنا اللي بنشيل في دولة 56، دولة الادارات الاهلية، دولة مادبو، دولة مادبو، دولة ناس الضعين اللي كانوا ماسكين البلد وماسكين خيراته وماكلين خيراته باسم الادارات الاهلية، الناس العطالة اللي بيصرفوا رواتب من الدولة وبيصرفوا محاصصات وبدون حاجات وبدون قروش، وهو الواحد ولا شغال قدر التور. احنا الان احنا اللي بنحارب في دولة 56، ونحن اللي ما دارين دولة 56، لان دولة 56 احنا ما جزء منا، شعب السوداني ده كله ما جزء منا. دولة 56 السيدين وكمية بتاعت عملاء وكمية بتاعت ادارات اهلية، دي دولة 56. عرفتوا دولة 56؟ نحن ما دارينا ذاتنا، لانكم انتوا جزء منا، وجزء ما جزء، جزء اصيل من دولة 56 بنسبة 90%، انتوا دولة 56. من ضعينكم لمهديكم لمرغنيكم لشيوعيكم لرمامكم البقية، انتوا دولة 56 ودولة المستعمر. احنا ذاتنا ضدها، واحنا ذاتنا ما دارينا، عشان ما تجون تقول لنا 56، احنا ذات ضدها، لانكم انتوا جزء منا، انتوا عرابيننا، انتوا العرابين بتاعين دولة 56. لو ما عارفين امشي زالوا اداراتكم الاهلية، بياكلوا مجاني وبيشربوا مجاني وبيسكروا مجاني وبيزنوا مجاني وبيعرسوا خماس مجاني وسداس مجاني، امشي زالوهم. لو ما عارفين دولة 56 بتلقوها في كروشون، في كروش ما دبوا، تلقوها جوا كرشو، هاجي دولة 56 وبتلقوها في أولاد المهدي، دي دولة 56 وفي أولاد المرغني، دي دولة 56 اللي احنا ما بيناها، اللي احنا بنناضل وحنناضل عشان ما ترجع. هاي انتوا ما عارفين حاجة، الله يديكم العافية ويدي البلد العافية، وبإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى، وبإذن الله تعالى مكملين وبكيفنا، والله العظيم بكيفنا. في حكة أخيرة أنا نسيتها وتكلمت عنها قبل أيام يا جماعة، في أنا تكلمت عنه في مزول الاستخبارات بالمدرعات، أسمع الكلام ده كويس يا سعادة نصر الدين، مزول الاستخبارات بالمدرعات العميد طه تقريبا. طه انت طلعت من المدرعات دي والحرب مدور نار الله الموغدة، كان في مشكلة بتاع الذهب مع جنجويد وفي حاجات اختفت ومتلقت والقوق ما فيه، ومشيت ولحقوا لك اللزن هنا. الان انت ظهرت، احنا بالنسبة لنا كشعب سوداني احنا بنرفضك جملة وتفصيل، احنا ما بنسخ فيك نهائيا، نسمع الكلام ده كويس، وقسما بالله العظيم ما بنسخ فيك ولا بنسخ في جابك العينك، ما بنسخ فيه. والكلام ده بيرسله لنصر الدين، المدرعات دي ما تجامل بيها، المدرعات دي ما تجامل بيها، جابوا لك الحسين، جابوا لك البرهان، الزول بتاع الاستخبارات ده مش يا يتقدم لمحاكمة، يا يتقدم لمحاكمة، الملف بتاعه وسخان والدنيا كلها عارفة الزول ده وسخان، والزول ده ماسقة، والناس دي كلها عارفة، وما في زول ما عارف. مدرعات دي قدمنا فيها شهداء، وقدمنا فيها ضباط أولاد ناس، وقدمنا فيها خيرة ضباطنا، خيرة ملازميننا، خيرة شهدانا، خيرة مجاهديننا، للآن للآن بنقدم فيها. كيف ترضى تجيب لنا تاني عميد انت عارفه ذاتك يا نصر الدين؟ انت عارفه، عارفه ولا ما عارفه؟ قول انا ما عارفه، لانه لو حصلت حاجة ما بنزعله، بنزعلك انت يا نصر الدين. شعب السوداني المحبة اللي بكنه عليك والاحترام اللي بكنه ليك والتقدير اللي بكنه ليك، شعب السوداني ما دايرك بالجامل، شعب السوداني برسل لك رسالة بيقول لك ما دايرك تجامل،
ما دايرك تجامل، ما تجامل لنا عشان خاطر زول ولا لا، لا ده وطن اكبر من اي زول، اكبر من البرهان واكبر من الحسين واكبر من اي ضابط، اكبر من اي ضابط، ده وطننا بنحافظ عليه بنحافظ عليه. طالما في خلل الدنيا كلها عارفة الخلل وين، ما في زول بيسكت، ما في زول بيسكت. مفروض الان زول ده يمشي نصر الدين، تقدموا لمحاكمة، تحولوا شاء من شاء، أبا من أبا، مدر عدي مزولتك أنت، زي ما أنت ضحيت وأخوانك الضباط ضحوا والجنود الفدائيين، المدر عدي ما تسقط وثبتوها للآن رجالة، ثبتوها وطنية، ما تخليها تتهدم، ما تخلي زول مش خلاكم في الحارة وحوالينه شبهات ما يقعد، منو ما كان ما يقعد، لو جابوا البرهان قال يقعد ما يقعد، اطلع للشعب السوداني يقول كده، واحنا والله معاكم معاكم، لان المدرعات دي لو ما ثبتت ولا حصل حاجه، المدرعات دي فيها قصص تاريخيه، فيها اعجاز، فيها الشجاعه كلها والبساله، فيها قصص تكتب في التاريخ، كل قصه بكتاب، فيها ابطال يشهدوا ليهم بالبطوله، كل زول عنده كتاب براءه وغايم بذاته، ناس استبسلت، الناس ما قامت جارية، الناس ما شردت، الناس قعدت، ناس تجي بعد ما تلقاها تأمنت تجي تلقاها باردة وتتحسب على المدرعات، كلام ده احنا ما بنرضى، شاء من شاء أبا من أبا، ما بنرضى، كلام ده واضح. الرسالة دي لك يا نصر الدين، الرسالة دي لك، لأنه زول البرضل الكلام الزيداد دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ما تجامل بالجيش ولا تجامل بالمدرعات، المدرعات دي انت فقدت خيرة ضباطك وخيرة جنودك، وانت كنت بيناتهم، وانت ذاتك كنت شايل بندقيتك وبتكاتل معاهم في الصفوف الأمامية، لما الناس قامت جارية خلوكم كانوا خايفين انه المدرعات تسقط لانه كان عددكم بسيط، انتوا ثبتوها وحافظتوا عليها، ولما وصلتوها الان وخليتوها تعيش امن وامان وخليتوا الناس كلهم في امن وامان بهناك، وعملتوا انجازات كبيره، تجوا تاني تدخلوا فيها كلام، ما في الكلام ده، ما بنرضى. الزول الجاك ده شيله برا ولا وداه يمحل، خليه يمشي محل ما يمشي، لكن بالنسبه لك ده شبهه انا بقولها ليه. الله يديكم العافيه ويدي البلد العافيه، وباذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء، ابا من ابا، بكيفنا ما بكيف اي ريمه. سلام.